بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده بوضوح النهارده، انا في حلقه خارجي بوضوح النهارده في ميدان العتبه، وتحديدا امام المسرح القومي بعد اعاده افتتاحه مره اخرى. معروف المسرح القومي، المسرح العريق، مسرح طويل التاريخ، قدم على خشبته العديد من الاعمال المسرحيه المتميزه، تخرج من اكاديميته المئات من الفنانين المبدعين. احترق المسرح القومي منذ سنوات، ولكنه عاد مره اخرى في ثوب جديد وباطلاله جديده، عاد ليكون منبر جديد من منابر الثقافه في مصر. حلقتنا النهارده من داخل المسرح القومي، ومع عرض تم افتتاح به المسرح القومي بحلم يا مصر. تعالوا معا في هذه الحلقه داخل المسرح القومي.